حلقتنا اليوم عن الجلطات. صحيح، حلقة مهمة هذه. إيه؟ طبعا. هل تعلم سميت بالساعة الذهبية؟ هي 60 دقيقة الأولى من حدوث الجلطة الدماغية، والتي إذا بدأت الإسعافات خلالها تقلل من تأثيرات الجلطة والعجز واحتمالية الوفاة. الجلطات لها أسباب عدة، لكن الأسباب الأساسية تكون عادة عبارة عن كتل تظهر في مصدر آخر تحصل نفسها خلال الأوعية الدموية لمنطقة الدماغ فتأثر عليه. وبعد لها أسباب ثانية، في بعض الناس اللي عندهم مثل الذئبة أمراض داخلية يمكن بعد نفس الشيء تأثر على الدماغ، وفي نفس الوقت بعد يكون لها أعراض جلدية تبين على المنطقة كشكل طفح جلدي. معي دكتور تامر زيدان، استشاري مخ وأعصاب. شو معنات الجلطة؟ إنه يكون في انسداد أو تضايق في الشريان بيؤدي لنقص التروية، لنقص سريان الدم للمخ، أو بيكون في تمزق أو انفجار في جدار الشريان. شو بالضبط الأعراض اللي نقدر نقول إن الشخص عنده جلطة؟ في العادة الأعراض بنختصرها في كلمة بي فاست. بي اللي هي فور بالانس اللي هو الاتزان، إذا حصل أي خلل في الاتزان. إي اللي هي فور آي، إذا حصل اضطراب في النظر أو ضبابية في الرؤية. حلو. إف انحراف لزاوية الفم أو صعوبة في الكلام. أوكي. يعني وجود ضعف أو تنمل أو خدر في على أحد الأطراف، سواء الطرف العليا أو الطرف السفلي. S for speech، إذا حصل أي خلل أو تلعثم في الكلام. T for time، يعني في حالة وجود أي من الأعراض دي يجب اتصال بالطوارئ مباشرة. دكتور، أنت قلت T for time معناته الوقت، يعني هل في وقت معين لازم الشخص يتعالج بسرعة قبل فوات الأوان، ولا كيف بالضبط؟ الوقت بالنسبة لنا هو يعتبر وسيلة الإنقاذ، لأن خلال 3 أو 4 ساعات ونص نقدر ندي بعض مذيبات الجلطة الوريدية. الفترة ممكن تمتد في بعض الأحيان لتمن ساعات أو حتى 24 ساعة في حالة إذابة الجلطة بالطريقة الميكانيكية أو عن طريق الأسطرة المخية أو الأسطرة الدماغية. موضوع المهم والمعلومات المفيدة، واللي فهمته منك أهم شيء اللي في عندكم أنتم من ناحية الجلطات الوقت الوقت الوقت. تشير الإحصاءات إلى أن 1 من كل 4 أشخاص فوق سن 25 معرض لسكتة دماغية خلال حياته. الانتباه على معدل السكر بالدم أساسي، وكل ما نحن نضبط سكري عنا هالشي ممكن يخلينا نتفادى جلطات دماغية على المدى الطويل. من الأعراض الخطر الأخرى هي أكيد ضغط الدم، فإذا نحن عنا مشكلة ضغط دم لازم على طول نراقبها ونتأكد مع طبيبنا إنه المعدل منخفض. دكتور مها فدا، استشارية إعادة تأهيل طبي، خبرينا أكثر الإعادة التأهيل فيها تصير لشو عند مريض الجلطة الدماغية. طبعاً مريض الجلطة بتيجي بتأثر يا أما على الجهة اليمين أو اليسار، والشلل هذه طبعاً بتأثر في البداية على الحركة، وهذه يمكن أول شيء للأهل أو المريض نفسه بيفكر فيها أنه أنا ما بتحرك. في عادة التأهيل البرنامج عادة بتكون بعد ما المريض بيتستقر حالته، بعد كده المفروض المرحلة الثانية أنه بيجي على إعادة التأهيل، فيتدخل فيها فريق طبي كامل يكون فيها الطبيب إعادة التأهيل بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، علاج الوظيفي، أخصائي النطق والبلع، والأخصائي النفسي. على حسب الحالة شو بتتطلب؟ بالضبط، نحاول دائما ناخذ المريض the sooner the better، كل ما بدروا أبكر تبلش العلاج. في العلاج كل ما يكون أحسن وتكون النتائج أحسن. شكرا دكتور مها على كل المعلومات، مثل العادة بتفيدينا كتير، وأهلا وسهلا فيك. يلا بلشنا. كيفك دكتور حسن اليوم؟ بدينا الجزء الثاني. الجزء الثاني، الجزء الجزء الثاني أسباب الجلطة. الجلسة هذا اللي يصير بعد الغداء بالضبط. علاقة الجلد والجلطات حرف الجيم.